معكم مشاهدينا الكرام هذه الصور كما تلاحظون، محاولات لنجدة العالقين في المصعد بسبب تعطله لوجود خلل فني، وطبعا نتمنى السلامة للجميع. مشكلة موضوع المصعد وتعطله بهذه الطريقة. هذا الرجل كبير في السن، حاول من في المصعد أن يخرجوه لأنه شعر بحالة اختناق، وطبعا نتمنى للجميع السلامة، وهو ها هو يخرج بهذه الطريقة التي تشاهدون.